عليكم. ازيك يا شباب؟ الاخبار؟ معاكم دكتور محمد خلاف. ان شاء الله هبدا معاكم في كورس اناليتيكال. طبعا الظروف هي اللي خلتنا ان احنا نعمل حاجه اونلاين كده تسهيلا عليكم، وفي نفس الوقت نحاول على قد ما نقدر ان احنا نساعدكم. ربنا يعدي المحنه اللي احنا فيها دي على خير وفي اسرع وقت، ربنا يسهل ان شاء الله. على العموم احنا برضو بالمناسبه احنا يعني الجزء اللي احنا هنشرحه هو الجزء الاولاني بتاع الاناليتيكال اللي هو الاسيد بيس تايتريشنز اللي بيشرحه الدكتور محمد حمدي. طبعا انا برضو بوجه الكلام اكتر لجامعه فاروس سنه اولى اناليتيكال 2. تعالوا بينا نبتدي واحده واحده كده ان شاء الله. الجزء اللي احنا هنشرحه في البدايه خالص الاناليتيكال كيمستري. الاناليتيكال كيمستري تتقسم لبارتين او لجزئين. الجزئين اللي بيتكلم فيهم الاناليتيكال كيمستري، في جزء بنسميه كواليتيتيف اناليسيس، كواليتيتيف اناليسيس، وفي جزء ثاني بنسميه كوانتيتيتيف اناليسيس. يعني ايه بقى او ايه الفرق ما بين الكواليتيتيف والكوانتيتيتيف؟ قال لي ان الكواليتيتيف اناليسيس ان انا بيكون عندي ماده، الماده دي بتكون ماده انون، ماده انا مش معروفه، جايب ماده خام من بره علشان اخدها اروح اصنع منها دواء. الماده ديت انا لسه عايز اعمل عليها اختبارات عشان اعرف هل الماده ديت مظبوطه ولا مش مظبوطه، هل الماده دي كالسيوم ولا مش كالسيوم، كبر ولا مش كبر، بوتاسيوم، مغنيسيوم، الومنيوم، كلورايد، اي حاجه من ديت. فانا ببدا ان انا اعمل عليها شويه تجارب علشان اعرف الماده الانون بالنسبه لي اعمل لها ايدنتيفيكيشن. دي عمليه بنسميها كواليتيتيف اناليسيس، وده انا مش هدرسه بالنسبه لي الترم ده اصلا، او يعتبر ان انا خلصته خلال الترم الاول لما كنا بنعمل تجارب على الكاتاينز والاماينز وكلام من ده. بالنسبه لي الجزء اللي انا هدرسه بالتفصيل المره دي اللي هو جزء حاجه اسمها الكوانتيتيف اناليسيس. الكوانتيتيف اناليسيس ان انا خلاص انا عرفت الماده الانون اللي عندي هي عباره عن ماده اسمها ايه، كالسيوم، كبر، كلورايد، الومنيوم، فيريك، فيرس، اي حاجه من ديت، وانا عرفت الماده نفسها اللي عندي عباره عن ايه، هبدا ان انا اعمل عليها تجارب علشان اعرف الاماونت بتاعتها قد ايه، كميتها قد ايه، عايز اعرف الكونسنتريشن، التركيز بتاع الماده اللي عندي قد ايه. فانا بحسب التركيز بتاع الماده عن طريق حاجه اسمها الكوانتيتيف اناليسيس. الكوانتيتيف اناليسيس دي اللي انا هدرسها بالتفصيل خلال الترم اللي احنا فيه دلوقتي والترم الجاي ان شاء الله، السنه الجايه ان شاء الله. فبرضه نلخص الكلام ده، وطبعا الكلام النظري عشان نتفق مع بعض حاجه، الاناليتيكال كيمستري مش ماده نظريه، هي ماده معتمده 100% فيها على الفهم. فهو مش هيجي يقول لك سمع لي يعني ايه كواليتيف اناليسيس ويعني ايه كوانتيتيف اناليسيس خالص. انت تبقى فاهم كدكتور صيدلي، تبقى انت فاهم ان الكواليتيتيف اناليسيس ماده انا مش عارفها، انون سبستنس، بعمل لها ايدنتيفيكيشن. اما الماده اللي او الكوانتيتيف اناليسيس ان الماده خلاص انا عرفتها بس عايز اعرف كميتها او تركيزها في السبستنس اللي معايا او في السامبل اللي معايا في العينه اللي معايا. طيب بما ان انا دلوقتي عايز ادرس الكوانتيتيف اناليسيس، الكوانتيتيف اناليسيس ان انا عايز اعرف الكميه بتاعت الماده او التركيز بتاع الماده. طب انا علشان اعرف التركيز بتاع الماده اللي عندي ده بقيس التركيز ازاي؟ قال لي بقى دلوقتي ان انا هدرس حاجه اسمها الميثودز اوف اكسبريسنج الكونسنتريشن. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا عايز ادرس الطرق اللي انا بعبر بيها عن التركيز. انا عندي اربع طرق بعبر بيها عن التركيز، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ادي اربعه. اول حاجه هدرسها بالنسبه للتركيز حاجه اسمها المولاريتي، حاجه بعد كده هنسميها النورماليتي، حاجه بعد كده هنسميها البي بي ام اللي هي اختصار كلمه بارت بير مليون، اخر حاجه هدرسها بالنسبه لحسابات التركيز اللي هي البرسنتج اللي هي النسبه المئويه. انا هبدا ان انا ادرس دول، وهي دي الحصه بتاعتنا النهارده اصلا بنتكلم على الاربع حاجات دول. طيب مبدئيا انا هدرس المولاريتي علشان اعرف تركيز اي ماده بالنسبه لي. فالماده ديت او السوليوشن ده، يعني ايه كلمه سوليوشن اصلا؟ السوليوشن اللي هو المحلول. السوليوشن ان انا مثلا لو انا جبت شويه ميه دوبت فيهم، ادي شويه ميه دوبت فيهم معلقه سكر، ده بنسميه محلول سكر. المحلول ده عباره عن جزئين، جزء بنسميه سوليوت،
السوليوت ده اللي احنا بنسميه المذاب. المذاب الحاجه اللي احنا بندودها. طيب والحاجه اللي موجوده تحت دي بنسميها سولفنت. السولفنت ده المذيب، الحاجه اللي احنا بندوب جواها. فبالنسبه لي المحلول بيتكون من حاجتين، من حاجه اسمها سوليوت الحاجه اللي احنا بندوبها، وحاجه اسمها سولفنت الحاجه اللي احنا بندوب فيها. معلقه سكر في ميه، معلقه السكر هي السوليوت بالنسبه لي، الميه هي السولفنت بالنسبه لي. طيب انا دلوقتي عايز اقيس الكونسنتريشن التركيز بتاع الملح او السكر اللي انا مدوبه في الميه. طب انا اقيسه ازاي؟ قال لي عن طريق حاجه من الاربعه دول. هبدا بمين؟ هبدا بالمولاريتي. يعني ايه اصلا المولاريتي؟ قال لك التعريف بتاع المولاريتي بيقول ان المولاريتي، لو انا حبيت ان انا احسب المولاريتي بتاعت السوليوشن ده، هو عباره عن النمبر اوف مولز اوف السوليوت اللي انا بدوبه، يعني النمبر اوف مول عدد السوليوت اللي انا بدوبه، وهقسمه على الفوليوم اوف السوليوشن كله اللي انا بحضره. طيب الفوليوم بتاع السوليوشن لازم يكون باللتر معايا. يبقى دلوقتي علشان احسب المولاريتي بقول ان المولاريتي هي عباره عن النمبر اوف مولز بتاعه السوليوت الملح او السكر اللي انا بدوبه على الفوليوم بتاع السوليوشن اللي انا بحضره كله. تمام يا دكتور. طيب من خلال اللي هو القانون ده، طبعا القانون ده احنا مش هنحل فيه مسائل دايركت كده، انا لسه هلعب في القانون شويه. النمبر اوف مولز ده، طب ما انا عندي قانون زمان كنا واخدينه واحنا صغيرين بيقول ان النمبر اوف مولز بيساوي الويت على الموليكولار ويت. ده قانون احنا عارفينه عن النمبر اوف مول. طب ما انا ممكن اشيل كلمه نمبر اوف مول واحط بدلها ويت على موليكولار ويت على فوليوم، يعني كاني بضرب في 1 اوفر فوليوم. يبقى القانون بيقول ان المولاريتي بتساوي ويت على موليكولار ويت في 1 اوفر فوليوم. طيب ركزوا بقى معايا يا شباب عشان بس نشرح القانون واحده واحده. مبدئيا المولاريتي ده الكونسنتريشن، ده التركيز. طيب الويت ده اللي هو الوزن او الكتله. طيب الوزن او الكتله، والله يا دكتور الوزن بالجرام، يبقى الفوليوم اللي انا هستخدمه في المساله هنا لازم يكون في الحاله دي باللتر. بس بالقلم التاني اهو، لو الويت عندي لو بالملي جرام، يبقى الفوليوم عندي لازم يكون بالملي لتر. يعني لو كان هنا ملي لازم يكون هنا ملي، الفوليوم اللي هو الحجم. لو كان الويت بالملي جرام يبقى الفوليوم بالملي لتر. طب الويت بالجرام يبقى الفوليوم ساعتها باللتر. طب يا دكتور ينفع ان انا استخدم الويت بالملي والفوليوم باللتر؟ لا غلط. طب نعمل ايه؟ حول واحده للثانيه. يعني لو الويت بالملي جرام والفوليوم باللتر، لو انت عايز ممكن تحول الفوليوم من اللتر للملي لتر. طب انت مش عايز تحول الفوليوم، لا حول الويت، حول الويت بدل ما هو بالملي جرام حوله بالجرام. المهم ان الجرام مع اللتر والملي جرام مع الملي لتر. طب يا دكتور فاضل حاجه واحده بس في القانون اللي هي الموليكولار ويت. الموليكولار ويت ده عباره عن ايه؟ قال لي الموليكولار ويت ده في الغالب بنسبه 95% هو هيدالك في المساله ان الموليكولار ويت بتاع الماده دي بكذا. طب يا دكتور لو ما ادهونيش في المساله الموليكولار ويت، مثلا لو جيت قلت لك بالنسبه للميه، لو انا حبيت ان انا احسب الموليكولار ويت بتاعها، ما هي الميه دي عباره عن 2 اتش ومعاهم واحده اكسجين. طب الاتش الواحده من الاتش دول بواحد، والاكسجين الواحده ب 16، يبقى مجموع الليله دي كلها 2 في 1 ب 2 و16 يبقى 18. يبقى الموليكولار ويت بتاع الميه ب 18. طب جبته ازاي؟ ان انا فصصت الميه، جبت فكيت الميه، قلت ان الميه بتتكون من 2 اتش مع اكسجين، ال 2 اتش دول 2 في 1 ب 2 والاكسجين ب 16. طب جبت الارقام دي منين؟ الارقام دي المفروض الدكتور بيديها لك اللي هي موجوده في البريودك تيبل، اللي هي اللي موجوده في الجدول الدوري. يجي جايب لك في الجدول الدوري بيقول لك اتش 11، وجايب لك ان الاكسجين 816 بالمنظر ده. يبقى انت هتاخد الارقام اللي هي الماس نمبر بتاعت كل ايه؟ كل عنصر. فمثلا لو انا جيت صعبت الدنيا عليك شويه وقلت لك هات لي مثلا الموليكولار ويت بتاعه المركب ده. المركب ده هو عباره عن الومنيوم سلفيت. الالومنيوم سلفيت، فانا هاجي دلوقتي هقول ايه؟ مثلا ان المركب ده عباره عن 2 الومنيوم مع كام اس؟ مع 3 اس مع كام او؟ 3 في 4 ب 12 يبقى 12 او. يبقى انا دلوقتي هشيل الاي ال واحط بدلها الرقم بتاع الاي ال والاس. طب انت يا دكتور انت قلت ليه 3 اس؟ عشان الثلاثة دي مضروبه في الاس ومضروبه في الاو، والاو خد بالك ان هي 4 او، يبقى 4 في 3 ب 12 او. طيب هتروح للجدول الدوري تلاقي ان الاي ال 13 27 والاس 16 32 والاو 8 16، فهتشيل الاي ال وتحط بدلها 27.
وتشيل الاس وتحط بدلها 3 في 32 وتشيل الاو وتحط بدلها 2 12 في 16 هتجمع ده كله هيطلع لك الموليكولار ويت. طبعا انا دلوقتي بشرح الموليكولار ويت ده في حاله ان الدكتور ما ادهلكش في الامتحان، بس في الغالب هو بيدهلك في الامتحان. فانا دلوقتي يا شباب علشان بس ننجز موضوع المولاريتي، المولاريتي هو عباره عن النمبر اوف مولز اوف سوليوت اللي انا بدوبه على الفوليوم بتاع السوليوشن اللي هي التوتال كله على بعضه الفوليوم بتاعه هقسمهم على بعض. لازم يكون الفوليوم في هنا بالليتر. طب يا دكتور لو الفوليوم في التعريف ده لو بالملي ليتر هيبقى ساعتها نمبر اوف ملي مولز، ما هو ما دام في ملي فوق يبقى لازم يكون في ملي تحت. زي ما انا عملت هنا في القانون بتاع المولاريتي شلت كلمه نمبر اوف مول وحطيت بدلها ويت على موليكولار ويت. ففي الحاله ديت الويت يا اما يكون الويت بالجرام والفوليوم باللتر، يا اما يكون الويت بالملي جرام والفوليوم بالملي لتر. ما انت تشتغل يا اما بده يا اما بده. طيب يبقى في الاخر النهايه ان المولاريتي بتساوي الويت على موليكولار ويت في واحد على فوليوم. جيت منين في واحد على فوليوم؟ علشان هو القانون بيقول نمبر اوف مولز على فوليوم. فانا لو حبيت ان انا اضرب يبقى هضرب في المعكوس بقى اللي هي واحد على فوليوم، اشقلب الفوليوم اخليه واحد على فوليوم. فبالتالي كده المولاريتي عندي. انا كده فهمت القانون ده. انا ممكن ان انا اخد عليه دلوقتي مساله علشان نبدا ان احنا نحل او نتدرب على طريقه الحل. طبعا انا بالنسبه للورق، الورق اللي هو بتاعي انا شابتر 1 او اللي هو الجزء الاول صفحة 6. حد برضو لو كده الاول 5 صفحات هما فيهم جزء نظري بيتكلموا عن التايتريشن اللي انا هشرحه بالتفصيل في الفيديو التاني. فانا مش هتكلم عن الخمس صفحات الاولانيين دلوقتي، وانا هبدأ بصفحة 6 كشرح. صفحة 6 تعالى بينا نحل المسائل اللي موجودة فيها. بيقول لي كالكوليت الويت، يبقى هو عايز الويت ان جرامز، يبقى هو عايز الويت ولازم يكون بالجرام. خدوا بالكم اوف صوديوم كربونات ريكواير تو بريبير، وبيديني 250 مللي. 250 مللي يعني الفوليوم عندي دلوقتي بيساوي 250 مللي. خد بالك ان هي بالمللي. وجه قال لي ان علشان احضر 0.15 مولر يبقى المولاريتي عندي هي عباره عن 0.15 مولر. وقال لي ان الموليكولار ويت بيساوي 106. طب هو عايز ايه؟ قال لي كالكوليت الويت ان جرامز. مش هو مديني هنا المولاريتي ومديني فوليوم وموليكولار ويت؟ طب ما انا هكتب القانون بتاع المولاريتي. المولاريتي بتساوي ويت على موليكولار ويت تايمز 1 اوفر فوليوم. المولاريتي بكام؟ 0.15. الويت بكام؟ اللي انا عايز اعرفه. الموليكولار ويت بكام؟ ب 106 في 1 اوفر. الفوليوم بكام؟ ب 250، بس خد بالك انها بالملي. فانا دلوقتي هجيب الويت، هيطلع الويت عندي دلوقتي بكام؟ الويت هيطلع عندي في الحالة ديت 0.00398. أنا كده جبت الويت، بس خد بالك من حاجة بسيطة. هو احنا مش قلنا هنا إن الفوليوم اللي احنا استخدمناه بالملي، فبالتالي الويت اللي احنا هنستخدمه دلوقتي أو اللي هيطلع لي في المسألة هنا لازم يطلع بالملي، فأنا كده طلعته بالملي جرام. لو أنت وصلت لحد هنا أنت خدت نص الدرجة بتاعتك، يمكن ما خدتش خالص. ليه؟ علشان هو بيسألك في المسألة كالكوليت ذا ويت إن جرامز، يبقى هو كده غصب عليك انك تحول المساله بتاعتك للجرامات، يعني لازم الويت بتاعك يطلع بالجرام، فانت طلعته دلوقتي بالملي جرام، فانت لازم انك تروح تحوله في الاخر تضرب في 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 هتقسم على 1000 او تضرب في 10 اس سالب 3 يعني 10 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 هتحول المنظر دوت لاو او سوري هتضرب الرقم ده في 10 تو باور نيجاتيف 3 هيطلع 3.98 جرام في الحاله ديت، ويبقى انت كده خدت مسالتك كامله. يبقى ده بالنسبه للمساله بتاعت المولاريتي. المولاريتي لو انتوا فاكرين القانون المولاريتي بيقول ويت على موليكولار ويت في واحد على فوليوم. ما هو بص انت عندك اربع حاجات في القانون. انت في المساله هيديك منهم ثلاث حاجات ويطلب واحده. يا اما يديك ويت وموليكولار ويت وفوليوم ويطلب مولاريتي، يا اما يديك مولاريتي وموليكولار ويت وفوليوم ويطلب ويت زي المساله بتاعتنا، يا اما يديك ويت وموليكولار ويت ومولاريتي ويطلب فوليوم وهكذا. فهو من الاخر انت عندك اربع حاجات لازم يديك منهم ثلاثه في الامتحان. طب تعالى ناخد الاكسرسايز اللي في صفحه 6 برضو. بيقول ايه؟ بيقول 0.12 مولر سوليوشن. يعني انت عندك دلوقتي المولاريتي بتاعتك 0.12 مولر. حلو. از بريبيرد، يبقى انا نكتب بس واحده واحده كده عشان ما ننساش ان المولاريتي بتساوي 0.12 مولر. طيب باي ديسولفينج 25 جرام، الجرام ده يعني ده الويت. حلو حلو. وبعدين اوف ا سوليوت ان
2.6 لتر، يعني دلوقتي الفوليوم بتاعي بيساوي 2.6 لتر. خلاص solution what is the molecular weight of solute؟ طب ما انا عندي مولاريتي ويت وفوليوم وفاضل لي واحده بس اللي هي المولكيولار ويت. طب ما نيجي نكتب القانون، بيقول ان القانون مولاريتي بتساوي ويت على مولكيولار ويت تايمز 1 اوفر الفوليوم. المولاريتي بكام؟ 0.12. الويت بكام؟ ب 25 جرام. طيب المولكيولار ويت انا مش عارفه، ده الاكس بالنسبه لي على او في 1 اوفر فوليوم. 1 اوفر فوليوم الفوليوم بكام؟ ب 2.6. بس قبل ما نحل المساله لازم نتشيك كده نشوف هو الويت اللي عندي، الويت هو مدولي بالايه؟ بالجرام. طب والفوليوم اللي عندي هو مدولي باللتر، ينفعوا مع بعض يبقى خلاص المساله بتاعتي مظبوطه. طب لو لقيت واحده بالملي وواحده باللتر، لا غلط، يبقى انا لازم احول يا اما الملي لجرام يا اما احول اللتر لملي لتر وهكذا. حته التحويلات دي مهمه جدا يا شباب، وانا دلوقتي هكتب لكم طريقه سهله للتحويل. فانا دلوقتي لو انا عندي مثلا في حاجة اسمها كيلو جرام، في حاجة أصغر من الكيلو جرام اسمها جرام، في حاجة أصغر من الجرام اسمها ميلي جرام، في حاجة أصغر من الميلي جرام اسمها مايكرو جرام، في حاجة أصغر من المايكرو جرام اسمها النانو جرام، وفي البيكو جرام وفي الفيمتو جرام مش مهم، وفي أكبر من الكيلو في الميجا جرام والجيجا جرام مش مهم. أنا اللي يهمني أو اللي بيجوا في الامتحانات كتير الحاجات اللي أنا كاتبها دلوقتي. طيب أنا لو حبيت إن أنا أحول الكيلو لجرام بضرب في 10 to the power 3. طب عايز احول الجرام لملي جرام بضرب في 10 to the power 3. طب عايز احول الجرام لمايكرو جرام بضرب الملي جرام لمايكرو جرام اضرب في 10 to the power 3. من مايكرو جرام لنانو جرام اضرب في 10 to the power 3. طب يا دكتور معلش، هو لو جات لي مساله عايزني احول بالعكس بالمشقلب هعمل ايه؟ هضرب بس في 10 to the power negative 3. يعني لما بحول من كبير لصغير بضرب في 10 to the power positive، بس لما بحول من صغير لكبير بضرب في 10 to the power negative. يعني انا دلوقتي وانا راجع هقول 10 to the power negative 3، وانا راجع هضرب في 10 to the power negative 3، وانا راجع هضرب في 10 to the power negative 3. حد منكم هيقول لي طب ما نقسم، مفيش مشكله اقسم، على فكره هم واحد، يعني وانت راجع ممكن تقسم مفيش مشكله، بس المشكله الوحيده انك انت يعني وانت بتقسم هتلخبط في المساله بتاعتك، فانت ثبت طريقه الضرب في نيجاتيف دي. كويس. طب يا دكتور في حاجه ثانيه برضو عايز اسالك عليها، لو انا حبيت ان انا احول مثلا من جرام لمايكرو جرام اعمل ايه؟ اضرب بس في 10 to the power 6. ليه؟ علشان انا هجمع الباورز بقى، هجمع الاسس اللي احنا بنقول عليها الاسس بالعربي. فانا لو انا حبيت ان انا احول من جرام لمايكرو جرام هضرب في 10 to the power 6 علشان ان انا هنا هجمع الباورز. طيب كل الكلام ده مهم في ايه؟ مهم في التحويلات ما بين اليونتس وبعضها. طيب لحد دلوقتي انا حليت، انا عرفت المولاريتي بتتكلم عن ايه والتعريف بتاعها والقانون بتاعها اللي احنا بنستخدمه، وحلينا مع بعض المسائل اللي موجوده على المولاريتي، فانا كده خلصت المولاريتي. تعالى بينا نتكلم عن النورماليتي. النورماليتي هي بالظبط المولاريتي. تعالى نتكلم شويه، ادي النورماليتي. النورماليتي لو انتوا فاكرين المولاريتي هي النمبر اوف مولز اوف سوليوت على الفوليوم اوف سوليوشن، هنا النمبر اوف، بس تعالى نغير بس كلمه مول مولز ونكتب كلمه ايكويفالنس. يبقى انا بدل ما هكتب كلمه النمبر اوف مولز انا هكتب نمبر اوف ايكويفالنس اوف السوليوت على الفوليوم اوف السوليوشن، ولازم برضو يكون الفوليوم بتاع السوليوشن باللتر. طب لو بالملي لتر هتبقى ملي ايكويفالنت، ده انا لازم لما احط ملي تحت لازم احط ملي فوق. طيب يا دكتور انا مش فاهم يعني ايه اصلا كلمه ايكويفالنس. انا هقول لكم يعني ايه نمبر اوف ايكويفالنس وهقول لكم في الامتحان بتيجي ازاي، بس علشان ننجز حل على طول انا هقول لك ان القانون بتاع النورماليتي هو نفس قانون المولاريتي ويت على موليكولار ويت في واحد على فوليوم، بس يا دكتور مضروب في ان سمول. طب مين الان سمول؟ هقول لك عليه. طيب يا دكتور معلش نرجع بقى خطوه لورا، يعني دلوقتي ده القانون اللي انا بحل بيه، خدوا بالكم ان ده القانون اللي انا بحل بيه. طيب يا دكتور طب ما هو الويت على مولكيولار ويت في واحد على فوليوم، ما ده احنا خدناه من شويه ان هو كان بيساوي المولاريتي، علشان كده انا ممكن اقول ان النورماليتي هي المولاريتي بس مضروبه في ان سمول. برضه يعني ايه ان سمول؟ هنعرف كمان شويه.
فانا دلوقتي فهمت يا شباب ان النورماليتي القانون بتاعها انا بحل بيه المسائل عامل ازاي، والنورماليتي لو انا عندي مساله عايز اتحول من نورماليتي لمولاريتي او من مولاريتي لنورماليتي هبدا ان انا احل بالقانون ده. طب يعني ايه بقى كلمه ايكويفالنس؟ قال لي ان ايكويفالنس، حد فاكر هو النمبر اوف مولز يعني ايه كلمه نمبر؟ يعني ايه كلمه نمبر اوف مولز؟ نمبر اوف مولز هي الويت على الموليكولار ويت، صح ولا ايه؟ حلو. طب ما هو النمبر اوف ايكويفالنس هي الويت بس على الايكويفالنت ويت. يا دكتور طب ما انت عمال تلخبطني اكتر، طب هو يعني ايه ايكويفالنت ويت؟ هقول لك الايكويفالنت ويت هو هو بالظبط الموليكولار ويت بس على ان، ثواني بقى عشان انا كده اتلخبط. انا لحد هنا احنا فاهمين يعني ايه نورماليتي. النورماليتي هي هي المولاريتي اللي هي ويت على مقدار ويت في واحد على فوليوم بس مضروبه في ان سمول. يعني النورماليتي هي المولاريتي بس مضروبه في ان سمول. واقدر ان انا بالقانون ده احول من النورماليتي المولاريتي والمولاريتي النورماليتي. واقدر بالقانون ده هوت ان هو لو جاب لي الحاجات دي احسب النورماليتي بيها. فاضل بس ان انا اعرف يعني ايه ان سمول. وعايز اعرف يعني ايه ايكويفالنت. قال لي ان الايكويفالنت شبه المول، هو المول مش ويت على مقدار ويت، يبقى الايكويفالنت ويت على ايكويفالنت ويت. طب هو يعني ايه ايكويفالنت ويت؟ قال لي الايكويفالنت ويت هو هو الموليكولار ويت بس على ان. طب مين الان بقى؟ ما بين قوسين كده او على جنب كده اقول لكم ايه؟ ان الان يعني ما بيننا وما بين بعض نقول ان هي عدد الاتش او الاو اتش اللي بتتفاعل. في ابسط من كده حاجه؟ الان لو انا جيت دلوقتي وقلت لك ان انت عندك اسيد اسمه اتش سي ال، هو الاسيد اللي هو اسمه اتش سي ال الحمض اللي هو الهيدروكلوريك اسيد ده في كام اتش؟ في واحده، يبقى الان بتاعته بواحد. طيب جيت قلت لك اتش ان او 3 يبقى الان بواحد. طب جيت قلت لك اتش سي ال او 4 بالكلوريك اسيد واحد. طب قلت لك اتش بي ار. طب قلت لك اتش اي. طب قلت لك ان اي او اتش. طب قلت لك كي او اتش. طب قلت لك ال اي او اتش. طب قلت لك الكلام ده كله الان بتاعته بكام؟ بواحد. ليه؟ عشان انت عندك اتش واحده او او اتش واحده، هم دول بس اللي بيتفاعلوا معايا لحد دلوقتي. طب لو جيت قلت لك سي اتش 3 سي او او اتش، ففي ناس منكم هيجي يقول لي ايه يا دكتور ثواني، انت قلت لي ان هي عدد الاتش او الاو اتش، انا هاجي هنا اقول ان في هنا اتش وفي هنا 3 اتش، يبقى انا كده المركب ده الان بتاعته باربعه. اقول لك لا. ليه؟ علشان المركب ده عباره عن اللي هو الاسيتيك اسيد، ده حمض اورجانيك. والمركب ده لما بيجي يتفاعل الاتش بس بتاعته الاخيره دي هي دي اللي بيحصل لها ايونيزيشن، هي دي اللي بتتفاعل. فبالتالي كده الان هنا بتساوي واحد. طب يا دكتور الاتشات ديت ايه نظامها؟ لا ما بتتفاعلش، ما بتحصلهاش ايونيزيشن. فبالتالي كده الاتش هنا واحده، يبقى الان هنا بواحد، فانا هعوض بيها في القانون هنا بواحد. معايا يا شباب؟ يبقى لحد دلوقتي انا بقول ان الان هي عدد الاتش او الاو اتش اللي بتتفاعل في المركب. طب انا بعرف ازاي يا دكتور؟ بتعرف لو جاب لك المركب كده على طول فانت بتشوف المركب ان هو فيه اتش واحده او اتنين اتش او هكذا. طب لو يا دكتور ما جابليش المركب، هو في طريقه ثانيه ان هو ما يجيبلكش المركب؟ لا، هو في طريقه زي ما انا هكتب دلوقتي. هاجي اقول لك مثلا ايه؟ ان اي 2 سي او 3 زائد 2 اتش بوزيتيف بيدينا مثلا H2CO3 زائد 2NA، وهكتب نفس المعادلة تاني NA2CO3 زائد H بوزيتيف بيدينا H2 أو H NaHCO3 زائد NA. جاب لي معادلتين، المعادلتين هنا وعايز يسألك الـ N هنا بكام؟ فأنت المادة ديت، المادة ديت المفروض هتروح تشوفها ولا فيها H ولا فيها او اتش، بس انت ارجع كده اللي هي الان ديت هي ايه؟ هي عدد الاتش او الاو اتش اللي بتتفاعل. هي الماده دي لما اتفاعلت اتفاعل معاها كام اتش؟ اتفاعل معاها 2. يبقى الماده ديت لما بتتفاعل بيتفاعل معاها 2، يبقى الان بتاعتها ب 2. بس الماده دي لما راحت اتفاعلت اتفاعلت مع كام اتش؟ اتفاعلت مع واحده، فبالتالي كده الان بتاعت الماده ديت بواحد. ليه؟ عشان اتفاعلت مع كام اتش؟ اتفاعلت مع اتش واحده بس. يبقى احنا يا شباب من الاخر ان انا بروح اشوف الماده، لو جايب لي الماده بس HCl HBr HI HNO3 HClO4 CH3COH اي ماده من دول، فانا هروح اشوف اعد كده، اروح احسس كده اشوف هم فيهم كام اتش وكام او اتش.
فانا بالتالي كده من خلال حته هي فيها كام اتش او او اتش بجيب ال ان بتاعتها بكام. شكرا. طب لو جابها لي على هيئه معادله، لو جاب لي ماده صعبه شويه ماده، فانت هتبص على الماده والله الماده دي لا فيها اتش ولا فيها او اتش، بس من خلال المعادله انت اكتشفت ان هي راحت اتفعلت مع كام اتش يا شباب، مع 2 اتش، معايا ولا مش معايا؟ فانت تقدر انك هنا هو تقول اه والله ده اتفعلت مع 2 اتش يبقى الان بتاعتها بي 2. فهمناها ولا ما فهمناهاش؟ يبقى علشان ما نلخبطش نفسنا، انا همسح اللي هو الميزان اللي احنا قلناه دلوقتي، علشان ما نلخبطش نفسنا، النورماليتي هي هي المولاريتي بالظبط بس مضروبه في ان. تمام؟ انا دلوقتي طب لو جيت قلت لكم مثلا اتش 2 اس او 4 او مثلا اتش 2 سي 2 او 4 او جيت قلت لكم مثلا اتش 2 سي او 3 اي حاجه منهم لو جابها لك كده لوحدها هتقول ان ال بتاعتها باتنين، معايا ولا مش معايا؟ بس لو جالك على اتش 2 سي او 3 ديت وقال لك ان هي مثلا راحت اتفعلت مع صوديوم عملت لي ان اي اتش سي او 3، اي واحده من دول من غير معادلات الان بتاعتها باتنين. ليه؟ اتش 2 اتش 2 اتش 2 يبقى دول كل واحده منهم الاتش الان بتبقى باتنين. طيب لو جينا بقى الاتش 2 سي او 3 ده راح يتفاعل مع صوديوم، ايه اللي هيحصل؟ اداني ان ايه اتش سي او 3، لا ده جابها لي على هيئه معادله. انا هقول هي الاتش 2 سي او 3 دي دخل في المعادله معاها كام اتش؟ معاها 2. طلعت من المعادله معاها كام اتش؟ معاها واحده. تبقى كام واحده من الاثنين دول اتفاعلوا؟ اتفاعل واحده بس من الاثنين، يبقى الان في الحاله ديت بواحد. ليه يا دكتور مش انت لسه قايل من شويه ان الماده ديت الان بتاعتها باتنين؟ اه من غير معادله، من غير معادله الان بتاعتها باتنين. طب لو جابها لك على هيئه معادله يبقى في الحاله ديت الماده دي اتفاعلت مع الصوديوم طلعت الماده ديت، دخلت باتنين اتش طلعت باتشايه واحده، يبقى تفاعل كام اتش؟ واحده. يبقى الان بكام؟ بواحد. شكرا. احنا فهمنا يا شباب علشان الحته دي هي دي التريكات اصلا اللي ممكن تيجي في اسئله او تستصعبوا الاسئله بتاعتها او المسائل بتاعتها. فانا بالنسبه لي انا كده خلصت اللي هي الحته بتاعت الان، نرجع تاني بقى للحته بتاعه الايكويفالنت عشان ما ننساهاش. يبقى انا عرفت النورماليتي هي الويت على ميوزر ويت في واحد على فوليوم في ان سمول، والان سمول انا عرفت ان هي عدد الاتش او الاو اتش اللي بتتفاعل، والنورماليتي هي نفس المولاريتي بس مضروبه في الان سمول، والان برضه هي عدد الاتش او الاو اتش اللي بتتفاعل. وعرفت هنا ان النمبر اوف ايكويفالنس، النمبر اوف ايكويفالنس هي الويت على الايكويفالنت ويت، وان الايكويفالنت ويت هو هو الموليكولار ويت على ان. حلو. طب ما تيجي نشيل يا دكتور كلمه ايكويفالنت ويت هنا ونشيلها ونحط بدلها موليكولار ويت على ان، فانا هقول هنا ويت على موليكولار ويت على ان. ما دام في قاعده كده كانوا بيقولوا عليها في الماث يعني في الرياضه بيقولوا تحت اللي تحت بيطلع فوق، او مقام المقام بسط يعني على حسب ما انت سمعتوها بتقول ايه. فانا بدل ما هقول ويت على موليكولار ويت على ان، لا ده انا هضرب الان فوق، فيبقى الايكويفالنت هي الويت على الموليكولار ويت في ان سمول. طب ما هو الويت على الموليكولار ويت ده هو هو النمبر اوف مولز، يبقى النمبر اوف ايكويفالنت هي هي النمبر اوف مولز بس مضروبه في ان سمول. القانون ده مهم جدا، اللي انا عامله دلوقتي ده مهم جدا. لما يجي في مساله ويجي يقول لي ايه، شوفوا بقى السؤال، او السؤال ده ممكن يجي على هيئه مثلا ام سي كيو او حاجه، يجي يقول لك ايه النمبر اوف ايكويفالنت اوف 3 مولز اوف بي اي او اتش 2 بيساوي نقط، عدد الايكويفالنت بتاع 3 مول من الماده بي اي او اتش 2. طب ما انا عارف يا دكتور ان النمبر اوف ايكويفالنت هو نفسه النمبر اوف مول بس مضروب في ان. النمبر اوف مول عندي بكام؟ ب 3، والان بكام؟ ب 2، 3 في 2 ب 6، تبقى الاجابه عندي 6. خلاص يا شباب؟ فانا دلوقتي علشان نلخص فكره النورماليتي، انا هقول ان النورماليتي هي الويت على الميكرو ويت في واحد على فوليوم في ان سمول، يعني النورماليتي هي هي المولاريتي بس مضروبه في ان سمول. طيب الويت لو كان عندي نفس اللي احنا قلناه في المولاريتي هو اللي احنا هنقوله في النورماليتي. الويت لو بالجرام يبقى الفوليوم باللتر، الويت بالملي جرام يبقى الفوليوم بالملي لتر. الموليكولار ويت بنحسبه؟ اه ممكن ان احنا نحسبه بس 95% في الامتحان لا هيديهولك جاهز في الامتحان. طيب الان هي عدد الاتش او الاو اتش اللي موجوده في المركب. طب الاتش او الاو اتش دي يا دكتور لو جاب لك المركب كده لوحده هتروح تشوف كده الاتش او الاو اتش كام واحده وتروح تحطها
زي الامثله اللي انا لسه مديها لكم من شويه. طيب يا دكتور لو ما ادانيش اداني مثلا معادله، اداني معادله يبقى انا هشوف عدد الاتش او الاو اتش اللي بتتفاعل، لا لسه انا جبت لنا دلوقتي اللي بتتفاعل، عدد الاتش او الاو اتش اللي بتتفاعل بس. طيب تعالوا بينا نحل مسائل. افتحوا معايا كده صفحه 7 في الورق، لا صفحه 8 تمام. بيقول لي ايه في الصفحه 8؟ بيقول لي هاو ماتش برايمري ستاندرد بوتاسيوم اسيد في سلات. تعالوا بقى بينا نمسح الكلام ده كله. هاو ماتش برايمري ستاندرد بوتاسيوم اسيد في سلات از ريكواير تو بريبير، وجه مديلك الفوليوم ب 499.5. يبقى انت الفوليوم عندك بيساوي 499.5 مل تمام، وقال لي ان النورماليتي اوف 0.1 نورمال، يبقى النورماليتي بتساوي 0.1 نورمال، طبعا دي اللي هي الجيفن بتاعتي، والموليكولار ويت دي المعطيات بتاعتي بتاعت المساله يعني، الموليكولار ويت ب 204. وقال لي احسب لي هاو ماتش برايمري ستاندرد، يعني ايه كلمه هاو ماتش؟ يعني من الاخر هو بيسالك عن الويت، هو الويت بكام؟ طيب ما تيجي نكتب الاسئله الاول، تيجي نكتب القانون، هو جايب لي النورماليتي، فانا هقول ان النورماليتي بتساوي ويت على موليكولار ويت في واحد على فوليوم، في ان اسمه كويس. النورماليتي ب 0.1، الويت انا مش عارف، الموليكولار ويت ب 204. 1 اوفر فوليوم، الفوليوم ب 499.5 في الان سمول. المشكله الوحيده اللي هتقابلني في المساله ان انا مش عارف الان سمول بتاعت الماده العجيبه اللي هو جايبها لي هنا، اسمها بوتاسيوم اسيد في سلات. طب يا دكتور هو انا لازم احفظ المواد كلها؟ المسائل اللي الدكتور جايبها معاكم في الشتات او في التوتوريالات او في الاسئله اللي هو بيشرحها في المحاضره، فدي مطالبين فيها بالاسامي، زائد ان البوتاسيوم اسيد في سلات ده هناخده بالتفصيل المحاضره بتاعت او الحصه الجايه ان شاء الله في الفيديو الجاي، علشان ده بنسميه برايمري ستاندرد، لما هندرس تايتريشن هنعرف يعني ايه اصلا برايمري ستاندرد. طب البوتاسيوم اسيد في سلات، تعال نحكي الحكايه بتاعته. دي حلقه بنزين، انا ماليش دعوه بالاورجانيك خالص، ما بحبش الاورجانيك اصلا. دي حلقه بنزين، لما بيجي هنا سي او او اتش وسي او او اتش ده بنسميه في ثاليك اسيد. طيب لو انا جيت على واحده من الاتشات دول وشلتها وحطيت بدلها بوتاسيوم، فبقى اسمه بوتاسيوم هيدروجين في سالات، عشان الجزء ده بنسميه في سالات، او ساعات يسموه بوتاسيوم اسيد في سالات. فهو ده اللي هو الماده اللي هو الدكتور كاتبها في المساله بتاعته، اسمها بوتاسيوم اسيد في سلات. طب الماده اللي قدامك ديت لما بتيجي تتكسر بيحصل ايونيزيشن بكام اتش؟ لوحده، يعني الان هنا بكام؟ بواحد. طب يا دكتور لو جاب لي بقى قال لي الفيساليك اسيد، الفيساليك اسيد اللي هو كان اسمه سي او او اتش وسي او او اتش، طب مش ده عباره عن اثنين هيدروجين؟ فبالتالي كده الان بتاعته المفروض باثنين، الا لو الدكتور جابها لك في معادله وقال لك ان هي طلعت اتش واحده، فساعتها يبقى طلعت اتش واحده الان بتاعتها بواحد، بس الفيساليك اسيد الان بتاعته باثنين، والبوتاسيوم هيدروجين في سالات الان بتاعته بواحد. طيب دلوقتي الان بواحد، فانا هكتب هنا في القانون واحد، فيطلع لي عندي الويت، بس السؤال عندي هنا الويت اللي هيطلع، هيطلع اليونت بتاعته بالايه؟ بالجرام ولا بالملي جرام؟ اسال نفسي هو الفوليوم اللي هو مدهولي مدهولي بالملي ولا بالملي؟ يبقى لازم الويت اللي يطلع لي لازم يكون هو كمان بالملي، يبقى انا كده حليت المساله بتاعتي. تاني يا شباب، تاني يا شباب، انا عرفت القوانين بتاعت النورماليتي وقدرت اعرف يعني ايه ايكويفالنت، والايكويفالنس هو الويت على الايكويفالنت ويت، وعرفت يعني ايه ايكويفالنت ويت اللي هي الموليكولار ويت على ان، وعرفت يعني ايه ان اللي هي النمبر اوف اتش او اتش الرياكتد اللي هي بتتفاعل، وعرفت ان انا احل المساله بتاعتي اللي هي الايه النورماليتي دلوقتي، وعرفت يعني ايه بوتاسيوم اسيد في سلات، الحته ديت هندرسها تاني بعد كده بالتفصيل، وفي مساله عليها لما هندرس جزء البي اتش، فاحنا لازم ناخد يعني ايه نعرف يعني ايه في ساليك اسيد ويعني ايه بوتاسيوم هيدروجين في سلات، الاجزاء ديت ايه مهمه. طيب انا دلوقتي خلصت فكره النورماليتي، وعلى فكره النورماليتي تعتبر هي اصعب واحده في الاربع حاجات اللي قدامنا، فاحنا الجزء اللي باقي لنا ان شاء الله مش هيكون كبير. ف تعالوا ناخد بعد كده يعني ايه بي بي ام. بي بي ام دي اختصار كلمه بارت
بير مليون. يبقى البي بي ام دي اختصار كلمه بارت بير مليون. طيب ده يا دكتور معناه ايه؟ ما دام انا اقول لك جزء في المليون يبقى ده معناه ان هي حاجه بسيطه جدا، يعني التركيزات يعني دي اهميتها ان هي بتقيس التركيزات الصغيره. بالبلدي هقولها لك بطريقه يمكن مش علميه قوي بس هحاول ان انا اقربها لك. مش احنا قلنا ان السوليوشن عباره عن سولفنت وسوليوت، صح ولا ايه؟ تمام. لو انا مثلا كلمه بارت بير مليون يعني جزء في المليون، ده معناه ان انا جبت مثلا وهي حاجه مش علميه بس يعني احنا بنهزر مع بعض، جبت معلقه سكر دوبتها في مليون معلقه ميه، يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا كده دوبت جزء في مليون جزء، يبقى هو ده بالظبط البي بي ام، ده البارت بير مليون، ده هو ده البي بي ام. ده احنا بنستخدمه لما بيكون التركيزات قليله جدا، لما اروح انا ادوب مثلا كيس سكر في نهر النيل، فيبقى انت كده بتعمل ايه؟ انت دوبت جزء صغير في جزء كبير قوي. يبقى انت عندك السوليوت قليل والسولفنت او السوليوشن اللي انت بتكونه او اللي انت تحضره كبير جدا. طب يا دكتور دلوقتي لو انت عايز انك انت تحسب القوانين او القانون بتاع البارت بير مليون، هتقول ايه؟ ان البي بي ام هي عباره عن الويت بتاع السوليوت على الفوليوم بتاع السوليوشن. عادي خالص، بس الفكره هنا مش اي ويت والسلام، لا ده الويت لازم يكون بالملي جرام والفوليوم في الحاله ديت لازم يكون باللتر. ايه ده يا دكتور؟ ده انت لسه قايل لي من شويه ان المولاريتي والنورماليتي لو كان الويت بالجرام يبقى الفوليوم باللتر، ولو الويت بالملي جرام يبقى الفوليوم بالملي لتر. ايوه ده في المولاريتي والنورماليتي. احنا دلوقتي بنتكلم في البي بي ام. البي بي ام لما يكون الويت بالملي جرام لازم يكون الفوليوم بال باللتر. طب لما يكون الويت بالمايكروجرام يبقى لازم يكون الفوليوم في الحاله ديت بالملي لتر. طب لما يكون الويت بالنانوجرام لازم يكون الفوليوم في الحاله ديت بالمايكروليتر. شوف انت بقى هتستخدم في المساله بتاعتك انهي يونتس في الثلاثه دول، بس انت لازم في المساله بتاعتك لازم لما يكون الويت بالملي يبقى لازم يكون الفوليوم باللتر، الويت بالمايكرو يبقى الفوليوم بالملي، الويت بالنانو يبقى الفوليوم بالمايكرو. طب ازاي احول منهم لبعض يا دكتور؟ ما احنا لسه قلنا من شويه احنا لسه عاملين طريقه التحويل اصلا ما بين الوحدات وبعضها. طب يا دكتور في المسألة بتاعتي هو لما بيجيب لي دايما الملي لازم يكون قصاده لتر؟ لا مش لازم، هو ممكن يجي يضحك عليك في المسألة ويجيب لك ده بالملي وده بالملي على أساس إن أنت تغلط، بس أنت المفروض تبقى فاهم إن لما أنت تستخدم الويت بتاعك بالملي لازم الفوليوم اللي أنت تستخدمه في الحالة ديت لازم يكون باللتر، فأنت تحول اليونت بتاعتك للتر. تعالوا بينا نحل مسألة على الجزء بتاع البي بي إم ده، وإحنا برضو واخدين بالنا إن الجزء بتاع البي بي إم ده أهميته إن هو بيقيس الكونسنتريشنز الصغيرة جدا القليلة قوي. فنفتح مع بعض صفحة 10. بيقول لي في المسألة إيه؟ 25 مايكروليتر. أنت الفوليوم اللي عندك دلوقتي بيساوي 25 مايكروليتر. وقال لك كونتيند ومدي لك مش عارف 26 26.7 مايكرو جرام، يبقى انت الويت اللي عندك بيساوي 26.7 مايكرو جرام. حلو. جلوكوز كالكوليت الكونسنتريشن اوف جلوكوز ان بي بي ام، يعني هو بيقول لك احسب لي الكونسنتريشن بتاع الجلوكوز اللي انت الويت بتاعه ده، احسب لي الكونسنتريشن بتاعه في البي بي ام. طب يا دكتور ما انت عارف ان البي بي ام حاجه من ثلاثه، ملي جرام على لتر او مايكرو جرام على ملي لتر او نانو جرام على مايكرو لتر. طب هو ان هو بيجيب لي قال لي ان الفوليوم بالمايكرو والويت بالمايكرو، طبعا ما ينفعش. فاحنا هنشوف هنستخدم ده او هنستخدم ده، يا اما نستخدم ده وانا هستخدم مثلا المايكرو جرام، يبقى الويت بالمايكرو جرام، هثبت ان الويت عندي بالمايكرو جرام. بس لازم يكون الفوليوم بالايه؟ بالملي لتر. هو مش جايبه لي بالملي، هو جايبه لي بالمايكرو علشان احول من مايكرو لملي اضرب في 10 تو باور نيجاتيف 3، يعني هقول 0.25 يعني 25 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 3 علشان احول من المايكرو للملي، فهقول 0.025. يبقى انا هقول هنا 0.025 اللي هو هيطلع في الاخر الرقم بتاعي 1.0068 بي بي ام. يبقى ده يا شباب المساله بتاعتنا. يبقى تاني المساله بتاعت البي بي ام ديت انا بستخدمها امتى؟ بستخدمها لما بستخدم فيها كونسنتريشن صغيره جدا، لما بتكون كميه السوليوت اللي عندي قليله والفوليوم بتاع السوليوشن اللي عندي كبير. طيب اليونت بتاعت البي بي ام يا اما ملي جرام على لتر او مايكرو جرام على ملي لتر او نانو جرام على مايكرو لتر، لازم استخدم حاجه من الثلاثه دول. ما ينفعش طبعا ان انا احول مثلا او ان انا استخدم مثلا الويت بالملي
والفوليوم بالملي ما ينفعش عشان ده حاجه وده حاجه خلاص. فيا رب نكون فهمنا اللي هو الجزء بتاع البي بي ام. طيب في حاجه هي مش مكتوبه في الورق بس نحاول ناخد بالنا منها يعني. هي سهله. لو جه قال لي مثلا 25 بي بي ام بيساوي كام مولر؟ تمام؟ فهو يعني ايه اصلا 25 بي بي ام؟ ما تيجي نشوفها واحده واحده. هو 25 بي بي ام ديت لازم الاول اول خطوه ان احنا نترجم يعني ايه 25 بي بي ام. هشيل كلمه بي بي ام ديت واحط بدلها ملي جرام على لتر. 25 بي بي ام يعني 25 ملي جرام على لتر. يعني الويت عندي دلوقتي بيساوي 25 ملي جرام. والفوليوم عندي دلوقتي بيساوي 1 لتر. طب ما هي المولاريتي بتساوي ايه؟ المولاريتي ويت على موليكولار ويت في 1 على فوليوم. طب ما هو الويت اهو 25 ملي جرام والفوليوم اهو 1 لتر. فاضل الموليكولار ويت هو هيدولك المساله. يبقى انت تقدر تجيب المولاريتي ولا ما تقدرش؟ اه بس في تركه صغيره انت مش واخد بالك منها ان ده بالملي جرام وده باللتر. فانت لازم يا اما تحول الملي جرام لجرام يا اما تحول اللتر للملي لتر عشان تنفع في القانون بتاع المولاريتي. عشان القانون بتاع المولاريتي بيقول ان لو الويت بالجرام يبقى الفوليوم باللتر، لو الويت بالملي جرام يبقى الفوليوم بالملي لتر. يبقى انا دلوقتي يا شباب يا شباب لو انا عايز احول من بي بي ام لمولاريتي هروح اترجم يعني ايه كلمه بي بي ام؟ يعني ملي جرام على لتر. فالويت عندي بيكون بالملي جرام والفوليوم عندي بيكون باللتر. اخد الكلام ده واروح اعوض بيه في القانون بتاع المولاريتي. هو لازم يديلك في المساله الموليكولار ويت بتاع الماده اللي عندك ايه؟ الموليكولار ويت بتاعها بكام؟ فانت ساعتها هتعوض في القانون بتاع المولاريتي تقدر تجيب المولاريتي بكام؟ يا رب تكونوا فهمتوا اي حاجه. الكلمه ديت او المساله ديت مش موجوده عندكم في الورق فحاولوا انكم ايه تتدربوا عليها. احنا كده خلصنا الجزء بتاع البي بي ام وعرفنا ازاي نحول من مولاريتي النورماليتي او النورماليتي لمولاريتي. وازاي نحول من مولاريتي البي بي ام ومن بي بي ام لمولاريتي. وبالتالي نقدر برضه نستخدم البي بي ام النورماليتي او نورماليتي البي بي ام عادي ما فيهاش مشكله عن طريق نفس القانون ان احنا نترجم يعني ايه كلمه بي بي ام. فاضل البرسنتج. بصوا بقى يا شباب يعني ايه البرسنتج؟ اتفه واحده فيهم ماشي. لو انا عندي اوضه الاوضه ديت فيها 100 شخص دخل عليا واحد من بره بيقول هو نسبه الولاد اللي موجودين قد ايه؟ فانا عديت الولاد لقيتهم 10 والاوضه كلها فيها 100 فانا عايز اجيب نسبه الولاد. هقول ايه؟ هقول نسبه الولاد بتساوي عدد الولاد على التوتال كله في 100 صح ولا لا؟ يبقى انا كده جبت البرسنتج بتاعت الولاد اللي موجودين في القاعه او المكان ده كله صح ولا ايه؟ هو ده اللي انا هعمله بالظبط. انا عندي دلوقتي سوليوشن والسوليوشن ده عباره عن سوليوت في سولفنت مظبوط؟ فانا دلوقتي عايز اجيب نسبه السوليوت اللي موجوده فهقول كميه السوليوت على التوتال كله في 100 بس شكرا. بس الموضوع ده بيختلف على حسب نوع السوليوشن اللي انت مكونه. تعالوا بينا واحده واحده. انا عندي ثلاثه برسنتج مختلفين. عندي ويت بير ويت برسنت وعندي فوليوم بير فوليوم برسنت وعندي ويت بير فوليوم برسنت. كل واحده منهم بتختلف عن الثانيه. عن طريق ايه؟ هو انا لو جبت معلقه سكر دوبتها في كيس ملح، ايه ده؟ ايه ده يا دكتور؟ هو انت كده عملت ايه؟ عملت سوليوشن. بس سوليوشن بنسميه سوليد ان سوليد، يعني حاجه صلبه في حاجه صلبه. هو انت لما بتروح تشتري من السوبر ماركت سكر بتقول له هات لي كيلو سكر ولا لتر سكر؟ كيلو سكر، يعني الحاجه الصلبه لما بتتقاس بتتقاس بالوزن بالويت بتاعها. يبقى انا لما هاجي دلوقتي اقول ويت بير ويت ده في حاله ان السوليوت بتاعك سوليد والسوليوشن بتاعك سوليد، يعني بدوب سكر في ملح مثلا. يبقى انا دلوقتي هقول ان عشان اجيب البرسنتج بتاعه السوليوشن ده هقول الويت اوف السوليوت على الويت اوف السوليوشن واضرب في 100 شكرا. طب يا دكتور الفوليوم بير فوليوم بستخدمه امتى؟ لو جبت شويه كحول دوبته في ميه، ما هو الكحول ده حاجه سايله والميه دي حاجه سايله. هو انت لما بتروح تشتري من السوبر ماركت ميه بتقول له هات لي كيلو ميه ولا لتر ميه؟ لتر ميه، علشان الميه حاجه ليكويد بتتقاس بالفوليوم بتاعها بالليترز بتاعتها. فبالتالي كده لما انا هاجي اقول ان انا هعمل سوليوشن حاجه ليكويد في ليكويد يبقى انا في الحاله دي بقول ان الفوليوم
of the solute على ال volume of the solution واضرب في 100. حلو جدا. تعالوا بينا ناخد اخر حاجه بقى اللي هي الويدر فوليوم، وده يعتبر هو ده المنتشر اكتر. ليه يا شباب ده منتشر اكتر؟ علشان انا الطبيعي بتاعي ان انا بجيب شويه ملح ادوبهم في ميه، ملح يعني حاجه صودد فبقيسها بالويت، في ميه اللي هي حاجه ليكويد فبقيسها بالفوليوم. فبالتالي كده الويدر فوليوم هو الويت اوف السوليوت اللي انا مستخدمه الملح اللي انا بدوبه على الفوليوم اوف السوليوشن اللي انا بدوب فيه او السوليوشن اللي انا بحضره، وبرده بضرب في 100. الاثنين اللي فوق دول مش هيهموني قوي، اللي تحت ده يهمني جدا عشان ده اللي انا بستخدمه اصلا في العملي في المعمل. طيب الويت بير فوليوم بيرسنت دي بتتقاس بيونت اسمها ايه؟ اسمها جرام بيرسنت. اليونت اللي انا بقيس بيها اسمها جرام بيرسنت، او اسمها جرام بير 100 مل. يعني ايه يا دكتور؟ يعني من الاخر الويت اللي انت بتقيسه لازم يكون بالجرام، والفوليوم اللي انت بتقيسه لازم يكون الفوليوم بالمل. فهمناها ولا ما فهمناهاش؟ يبقى انت دلوقتي خد بالك ان ده عكس البي بي ام. تعال نرجع للبي بي ام كده. البي بي ام كان ملي جرام على لتر. ملي جرام يعني الويت بالملي جرام، والفوليوم باللتر. العكس بقى هنا، ان هنا البرسنتج جرام يعني الويت بالجرام، والفوليوم هو اللي بالملي لتر. يبقى احنا فهمناها يا شباب، عشان بس ما نتلخبطش في الجزء ده، يبقى احنا عرفنا يعني ايه جرام برسنت. طيب يا دكتور بنفس الطريقه انا عندي طريقتين بقى للتحويلات. احنا فهمنا الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي، في عندي طريقتين للتحويلات. لو انا جيت دلوقتي قلت لك هو يعني ايه ان مثلا تركيز الماده اللي عندك 2.6 جرام برسنت، يعني ايه؟ حولها لي لمولارتي. فعندي طريقتين للتحويله دي. اولا يا دكتور ما هو سهله، ان انا ممكن اجي دلوقتي ما هو ترجم كلمه 2.6 جرام برسنت يعني 2.6 جرام على 100 مللي. ما هو برسنت يعني 100 مللي، يبقى انت عندك الويت ب 2.6 جرام والفوليوم عندك 100 مللي. هتروح تعوض في القانون بتاع المولاريتي اللي هو بيقول الويت على الموليكولار ويت تايمز 1 اوفر الفوليوم. هتشيل ويت وتحط ده، تشيل الفوليوم وتحط ده، بس خد بالك ان الفوليوم هنا بالملي، فانت لازم تحوله لليتر او تحول الجرام لملي جرام عشان ينفع الاثنين مع بعض. عشان القانون ده الويت بالجرام يبقى الفوليوم باللتر، الويت بالملي جرام يبقى الفوليوم بالملي لتر. فانت لازم انك انت تحول واحده من الاثنين، وجبت كده منها المولاريتي. بس انا عندي طريقه ثانيه اسهل بكتير قوي ومختصره. بتقول ايه بقى الطريقه دي؟ بتقول ان البرسنتج بتساوي المولاريتي في الموليكولار ويت على 10. مش انت دلوقتي البرسنتج بتاعتك 2.6 والمولاريتي انت مش عارفها والموليكولار ويت هو لازم يديلك المساله على 10، يبقى انت كده جبت المولاريتي على طول. طب اثبات القانون ده ازاي؟ ما هو اثباته من هنا على فكره. يعني انت لو حبيت انك انت تجيب القانون ده من هنا هتجيبه، بس انا ما يهمنيش. انت هتحل بالقانون ده على طول دايركت، يا اما انك انت تعمل العكه اللي انا عملت لها ديت وماشي براحتك. خلاص؟ على العموم يا شباب انا دلوقتي بقيس الكونسنتريشن باربع طرق مختلفين. انا لسه هحل مسائل على الجزء بتاع البرسنتج، بس انا تجميعه كده على طول، انا بقيس الكونسنتريشن باربع طرق مختلفين. الطريقه الاولانيه اللي هي المولاريتي بتقول ان الويت على مولار ويت في واحد على فوليوم، النورماليتي ويت على مولار ويت في واحد على فوليوم في ان سمول، والان سمول هي عدد الاتش او الاو اتش اللي بتتفاعل، وان النورماليتي هي المولاريتي بس مضروبه في ان سمول. انا كده خلصت النورماليتي. كمان البي بي ام يعني البارت فيرميليون، يعني معناها ان الويت اوف سوليوت لازم يكون بالملي جرام والفوليوم باللتر، او بالمايكرو جرام والفوليوم بالملي لتر، او بالنانو جرام والفوليوم بالمايكرو لتر، وهكذا. البرسنتج معناها ان انا بجيب الحاجه السوليوت اللي انا بشتغل عليه يا اما الويت او الفوليوم بتاعه على حسب هو سوليد او ليكويد، بجيبه بقسمه على الويت او الفوليوم بتاع السوليوشن كله وبضرب في 100. وازاي ان انا احول من برسنتج المولاريتي عن طريق اللي هو القانون ده اللي بيربط ما بين الاثنين؟ تعالوا كده نحل المسائل اللي موجوده في صفحه 9. سؤال حلو. هو عامه هو مش موجود حتى في ورقه الدكتور، يعني هو سؤال من عندي بس عشان نطبق فكره البرسنتج. بيقول لي الكونسنتريشن اوف جلوكوز، الكونسنتريشن اوف جلوكوز ان هيومن بلاد في الجسم بتاع الانسان او في الدم بتاع الانسان
ranges from بيتراوح ما بين 0.08 جرام بيرسنت بيفور ميلز، يعني قبل الاكل كميه الجلوكوز في الدم بتبقى 0.08 جرام بيرسنت، بعد الاكل بتعلى بتبقى 0.12 جرام بيرسنت افتر ايتنج. فايند ذا مولاريتي، يبقى هو من الاخر مدي لك البرسنتج وطالب مولاريتي، يبقى هو ده بيتحل عن طريق القانون اللي بيقول ان البرسنتج بتساوي المولاريتي في الموليكولار ويت اوفر 10. حلو، المولاريتي هو قال لك احسب المولاريتي قبل الاكل وبعد الاكل. طب ما هو انا قبل الاكل الجلوكوز عندي 0.08، المولاريتي انا مش عارف الموليكولار ويت بتاع الجلوكوز متهيألي 180 على 10. طب بعد الاكل يا دكتور هيبقى البرسنتج عندي هتبقى 0.12 والمولاريتي انا مش عارفها و180 على 10، يبقى انا كده الرقم اللي هيطلع لي هنا والرقم اللي هيطلع لي هنا او سوري المولاريتي، اقدر ان انا اجيب المولاريتي بقى كريس كروس بقى او اكس على الكالكوليتر وشيفت صلب على الكالكوليتر، اقدر ان انا اجيب المولاريتي من هنا واقدر اجيب المولاريتي من هنا بتاعه الجلوكوز قبل الاكل وبعد الاكل. فانا دلوقتي انا كده حليت المسائل بتاعه البرسنتج. بصوا يا شباب عشان ما نتلخبطش، انا النهارده او في الحصه بتاعت النهارده انا خلاص فاضل لي قانون واحد بس في الحصه او الفيديو بتاع النهارده، انا عايز اجمع لكم نوع معين من المسائل. النوع المعين من المسائل ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن التركيزات. ولما بيديلك تركيزات بيبقى تركيز ماده واحده، علشان الحصه الجايه او الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم لما يديلك في المساله مادتين مختلفين عن بعض ويبدا ان هو يسالك برضو عن التركيزات والفوليوم بتاعتهم. فالنهارده انا مجمع لكم طرق المسائل اللي تتكلم عن ماده واحده. في نوع من المسائل بيتكلم عن ماده واحده اسمها مسائل الدايليوشن. انا كده خلصت الكونسنتريشن. في مسائل بنسميها مسائل الدايليوشن اللي احنا بنسميها مسائل التخفيف. يعني ايه التخفيف؟ برضو نفس الفكره، ان انا عندي سوليوشن، سوليوشن يعني محلول، المحلول ده بيبقى عباره عن سوليوت وسولفنت دايبين في بعض مكونين السوليوشن، ادي السوليوشن. السوليوشن ده بيكون ليه حجم معين بنسميه V1 حجم اول، واكيد ليه تركيز اول، يبقى التركيز الاولاني بتاعه. جيت انا حبيت ان انا اخفف السوليوشن ده، يعني ايه اخففه؟ يعني احط عليه شويه ميه. فلما احط عليه شويه ميه الفوليوم بتاعه اكيد هيختلف، صح ولا انتوا ايه رايكم؟ الفوليوم بتاعه هيختلف، فهيبقى فيه فوليوم تاني والتركيز بتاعه الجديد هيختلف، فهيبقى فيه كونسنتريشن تاني. طيب من الكلام العك اللي انا رسمه قدامكم على البورد ده، من ده اكتشفوا قالوا ان السي 1 لما بينضرب في الفي 1 هيساوي السي 2 لما بينضرب في الفي 2. التركيز قبل التخفيف في الحجم قبل التخفيف بيساوي التركيز بعد التخفيف في الفوليوم بعد التخفيف في الحجم بعد التخفيف. ودي كانت فكره الاساينمنت او المساله اللي الدكتور محمد حمدي جابها لكم في على اللي هو الجوجل كلاس روم، لما قال لك ان احنا عندنا الكحول 70% او سوري كان عندنا الكحول 90% عايزين نحوله يبقى 70%. يبقى انا كده اللي عملته ايه؟ اللي عملته ايه؟ ان انا خففت بعد ما كان هو تركيزه 90 بقى تركيزه 70، يبقى التركيز كده انا خففت التركيز عن طريق ان انا بضيف عليه ميه، بضيف عليه ميه قد ايه؟ هنعرف من هنا، يبقى انا كده عايز اجيب فوليوم، صح ولا انتوا ايه رايكم؟ فمن الاخر المسائل بتاعت الدايليوشن بتقول ان السي 1 في الفي 1 بتساوي السي 2 في الفي 2، او ساعات يسموها السي في الفي بيفور دايليوشن بيساوي السي في الفي افتر دايليوشن. طب المسائل بتاعتها بتيجي ازاي؟ خدوا بالكم من تركتين موجودين في المسائل بتاعت الدايليوشن. التركتين دول هم دول اللي بيجوا اصلا. مبدئيا ده تركيز وده تركيز، لازم التركيز ده يكون عنده نفس اليونت بتاعت التركيز التاني. يعني لو ده بالمولاريتي تبقى دي بالمولاريتي، نورماليتي نورماليتي، بي بي ام بي بي ام، برسنتج برسنتج. يبقى انا دلوقتي لازم يكون الحاجات اللي موجوده على الطرفين هم نفس اليونتس. خد بالك لو الفوليوم باللتر يبقى لازم هنا باللتر، لو هنا بالملي يبقى لازم هنا بالملي، غصب عني لازم ان انا اشتغل بالطريقه دي. طب يا دكتور دي التركه الاولانيه، طيب التركه الثانيه؟ التركه الثانيه انا هديها لكم على هيئه مساله، تعالوا بينا نحل مسائل في الجزء ده علشان تفهموا القانون ده.
بيقول لي ايه؟ بيقول لي وات فوليوم، يبقى هو كده بيسالك على فوليوم. تمام. اوف بيدي لك مولاريتي، المولاريتي بتساوي 0.25 مولر، دي المولاريتي. H2SO4 is required to prepare، يعني انا بحضر حاجه ثانيه اهيت. فوليوم ثاني 500 مللي، والنورماليتي بتاعته 0.1 نورمال، سوري نورمال. لا ثواني يا دكتور، يعني هو طالب فوليوم ومديني فوليوم، ومديك كونسنتريشن اول وكونسنتريشن ثاني. انت شفت في المساله بتاعتك دلوقتي كم ماده؟ والله ماده واحده H2SO4. هل هو جاب لي سيره ماده ثانيه؟ هل هو جاب لي مع ال H2SO4 اي ماده ثانيه؟ لا. يبقى هو دلوقتي دي مسائل دايلوجن تخفيف، ان انا بخفف التركيز بتاع ال H2SO4 من حاجه لحاجه. طيب دلوقتي انا هعمل ايه؟ هقول ان ال C1V1 بتساوي ال C2V2، بس المشكله ان ال C1 بالمولاريتي وال C2 بالنورماليتي، ما ينفعش. فانا لازم احول واحده من الثانيه. طب انا عندي قانون بيقول ايه؟ بيقول ان النورماليتي بتساوي المولاريتي في ان سمول. طب ما هو يبقى انا كده ممكن ان انا اقول النورماليتي بتاعت دي بتساوي 0.25 في الان سمول. الان سمول بتاعت مين؟ ماده اللي هي H2SO4. المساله دي في صفحه 10. يبقى انا H2SO4 الان بتاعتها بكام؟ الان بتاعتها ب 2، يبقى 0.5 نورمال. يبقى انا كده جبت النورماليتي بتاعتها 0.5 نورمال. يبقى انا ال C1 0.5، ال V1 اللي انا مش عارف، ال C2 اللي هي 0.1، ال V2 ب 500. طبعا هنا بواحد وهنا بخمسه، هنا بواحد وهنا ب 100، يبقى ال V1 بتساوي 100 مل. طب انت ليه يا دكتور قلت مل؟ علشان ال V اللي هو مديها لي ال 500 كانت بالايه؟ بالمل، فلازم يكون ال V دي زي ال V دي. فساعتها ال V1 بتبقى ب 100 مل. يبقى الاجابه بتاعتي 100. طيب حد فاهم حاجه؟ حد فاهم حاجه؟ طبعا محدش هيرد عليا، انا عارف. بص يا شباب، الجزء بتاع الدايليوشن خدوا بالكم ان عشان هتتلخبطوا الحصه الجايه لما برضه تقول لي يا دكتور وانا انت ليه ما استخدمتش القانون بتاع السي في الفي بتساوي السي في الفي؟ لا انا بستخدم القانون بتاع السي في الفي بتساوي السي في الفي لما بتكون عندي هي ماده واحده بس بعمل لها دايليوشن، بعمل لها بغير في التركيز بتاعها عشان ناخد بالنا. ماده واحده بس عندها تركيزين مختلفين وفوليومين مختلفين. خلاص؟ طيب تعالوا بينا نحل المساله اللي بعدها، ودي اخر مساله ان شاء الله ننهي بيها الحصه او الفيديو بتاع النهارده. بيقول لي كالكوليت الووتر فوليوم نيدد تو بي ادد. معلش بقلمكم اللذيذ وحط مليون خط تحت كلمه ووتر فوليوم نيدد تو بي ادد. بس انا عايزك تحط خط تحت الكلمه دي. هو هنا بيسالك عن كميه الميه اللي انت هتضيفها. خد بالك ان ده حجم السوليوشن الاول وده حجم السوليوشن الثاني. هو لا بيسالك عن ده ولا بيسالك عن ده، ده هو بيسالك عن كميه الميه اللي انت هتضيفها، يعني الكميه دي بس اللي انا لو انتهى لكم دي. طب يا دكتور هو عايز يسالني عن دول، علشان اجيب دي اعمل ايه؟ تطرح الكبيره ناقص الصغيره. في الحاله ديت يبقى انت كده جبت كميه الميه اللي انت ضفتها. تعالى بينا نحل بقى المساله. كالكوليت ذا ووتر فوليوم نيدد تو بي ادد تو 10 مللي، يبقى ده الفوليوم الاول بالنسبه لك 10 مللي. اوف 0.5 نورمال، يبقى النورماليتي الاولانيه بتساوي 0.5 نورمال. وجاي قال لك تو جيف 0.4 نورمال، يبقى النورماليتي الثانيه ب 0.4 نورمال. انت هتحل المساله بتاعتك طبيعي خالص، هتقول ان C1 V1 بتساوي C2 V2. C1 اللي هي 0.5 نورمال، V1 اللي هي 10 مللي، C2 اللي هي 0.4 في V2 اللي انت مش عارفها. هتجيب V2، V2 بالكالكوليتر هتطلع لك V2 متهيئ لي ب 12.5 مللي. لو وقفت لحد هنا في المسألة يمكن ما تاخدش درجات أصلا، ولو الدكتور عطوف عليك هيدي لك نص الدرجة بتاعت المسألة. ليه؟ عشان هو مش طالب منك أصلا V2، هو مش طالب منك كل ده. هو طالب منك كمية المية اللي أنت هتضيفها بس. معنى إن هو عايز كمية المية اللي أنت هتضيفها بس هتعمل إيه؟ هتطرح الكبير ناقص الصغير، الكبير اللي هو 12.5 مللي، الصغير اللي هم 10 مللي، يبقى أنت هتقول إن الووتر فوليوم نيدد to be
ادت بيساوي 12.5 ناقص 10 بتساوي 2.5 ملي. هي دي كمية المية اللي انت هتضيفها. انا بالنسبة لي الجزء بتاع الكونسنتريشن او الجزء بتاع التركيزات انا كده خلصته. احنا خدنا النهاردة خمس قوانين يا شباب او خمس تعريفات مهمين. المولاريتي والنورماليتي والبي بي ام والبرسنتج والديوشن. الخمسة دول بستخدمهم امتى؟ بستخدمهم لما بيكون عندي مادة واحدة بس هي اللي بتتفاعل. يعني مادة واحدة بس اللي في المسألة كلها. يعني وانت بتقرا المسألة مش بتيجي سيرة غير مادة واحدة بس. علشان الحصه الفيديو الجاي ان شاء الله احنا هنشرح بقى المسائل بتاعه التايتريشن. التايتريشن ديت معناها ان انا بيكون عندي مادتين، ماده تايترنت وماده سامبل، ماده فوق وماده تحت، ماده في البيوريت وماده في الكونيكال فلاسك. فبالتالي ان انا بيكون عندي مادتين بيتفاعلوا مع بعض، معنى ان هم بيتفاعلوا مع بعض يعني دي ليها كونسنتريشن وفوليوم ودي ليها كونسنتريشن وفوليوم، يعني ما لهمش اي علاقه ببعض. فما دام يعني القوانين اللي احنا هناخدها بعد كده مختلفين عن دول، فنذاكر الجزء ده ونحل المسائل بتاعته. اي حد محتاج مني اي حاجه انا موجود، الارقام بتاعتي موجوده على الواتساب، موجوده على الورق، تواصلوا معايا دايما. ربنا يعدي الازمه اللي احنا فيها ديت على خير وبسرعه وبس. شكرا.